موتك ماشي سهل، ملم بالقانون على الطلاع، كلمة موثق يعني الصدق الأمانة. معايا أستاذي الفاضل إلا كان معاه هاد الشركة ما مقادش معاه هو، وبانت له أمور غير تورطوا في شي أمور اللي غيكون عنده تقصير في القانون، غادي تورط بهاد الطريقة. دابا جيتي ملي سمحتي لي أستاذي الفاضل باش نتواصل معك أكثر وما يتسلمش هو هادشي. علاش يتسلم القانون تيعطيه السؤال أستاذ؟ أنا اليوم أنا تنتكلم معاك، نقول لك أنا معاك في أنا في القانون، هاد الموثيق له الحق للبحث عن الشركة وعلى الأرض، واش عندها وثائق ديالها واش مسلمة؟ تشري من عندي أنا ندير هاد العملية ملي تكون جاي عندي كموثيق تقول لي بغيت نشري عقد نكلفك بالتشريع ديالك. أنت شريتي وقال لي زيدي وجيتي غتخبي عندي. نقول لك اليوم عدم فهم الملف من طرف الإعلام، واحد اثنين عدم فهم الملف من طرف الضحايا اللي كذبوا عليهم قالوا ليهم سيروا دخلوا الموثيق. علاش قالوا علاش الموثيق علاش دخلوه؟ قال لهم سيروا دخلوا الموثيق باش يدخل صندوق مال الضمان باش يعوضكم. هذه هي الكذبوا اللي كذبوا عليهم. لذلك هذا هو الفهم الخاطئ. انهي معك المناقشه وشكرا. الموضوع طويل ولكن باقي عندي سؤال اخير. لا لا انا مهمه استاذ الفاضل، اسئلتك خصنا نكونوا فاهمين باش يمكن نكملوا. الاخير اللي عندي معك هو ديال الصيد قضيه التحقيق كالتهام تابعوا بالتزوير بام اخرى تهم ثقيله عطال علاش غادي يبني الصيد قضيه التحقيق استاذ مسكين غاوكاك. شوف انتوما انا كنقول لك الناس كان باش يسكتوا كان خصهم السلوم باش يوصلوا للوردي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى، لازلنا على تتبع الملف الشهير ملف باب دارنا، ملف شائك اشكاليات موضوع النقاش فئات المتضررين. الان معايا الاستاذ مسكيني يدافع عن احد المعتقلين اللي هو الموثق. اليوم الدفاع ديالهم تيرافعوا من اجل تبيان الحقيقه في مجموعه من النقط وكذلك لتنوير القضاء في الموضوع. غادي نشوفوا الامور ديال هذا الملف بدقه مع الاستاذ مسكيني. استاذي شكرا على القبول ديالك الطلب ديالنا لتنوير الراي العام. الا كان ممكن تعطينا نبدأ على هذا الملف. وهذا الملف كما تعرفون هذا ملف تحرك ما يزيد على 3 سنوات. 2019 كانت الشرارة الأولى لتحريك هذا الملف. كما تعلمون أن هذا الملف لما تقدم الضحايا اللي كان شاطرهم الرأي وكان شاطرهم ألامهم، أنا تنقولها من هذا المنبر أن دفاع أحد المتهمين، ولكن أقول للرأي العام الوطني أننا نحن كذلك دفاع نشاطر ضحايا هذا الملف. ولكن الضحايا الحقيقيين ماشي الضحايا الذين استفادوا من هذا الملف او الضحايا الذين يحاولون الركوب على هذا الملف للوصول الى مآرب اخرى. هذا الملف كما تعرفوا انطلقت حلقات الاولى في 2019 بناء على شكايه تقدموا بها مجموعه من الاشخاص ضد احد المؤسسات اللي تشتغل في المجال العقار والمجال ديال الانعاش العقاري. بعد البحث اللي دارت الشرطه القضائيه وللاسف اقول البحث اللي دارته الضابطه القضائيه لم يكن بالبحث الحرفي، احيل الملف على المحكمه الزجريه واحيل على مؤسسه التحقيق انذاك اللي تبدا المناقشات امام قاضي التحقيق لتتدخل ايادي لا اقول خفيه ولكن تدخلت جهات معينه لكي ياخذ هذا الملف مسار اخر. وهذا المسار الذي اريد ان ياخذ هذا الملف ان ياخذ غير الطريق القانوني الطبيعي الذي كان مرسوما له والذي لا يعد ان يكون في اقصى الاحوال الامر يتعلق بجناح ارتكب اشخاص في اطار ما يسمى بافعال النصب وخيانه الامانه. فلكي اقول وانا يعني ازم بما اقول انه لكي ياخذ هذا الملف حجم اكبر كان يجب ان لضخامه المبالغ التي ضاعت في هذا الملف والتي قيل على اساس انه الناس يعني كانوا ضحايا لها لكي ياخذ هذا الملف حجما اكبر اريد ان يصبح ملفا جنائيا. فكانت الخطه انه لكي يصبح ملفا جنائيا يجب ان نجد موطئ قدم، نجد حجه لكي يتحول هذا الملف من جنحة الى جنايه. فتم يعني تاويل هذا الملف بشكل غير قانوني وتم يعني العصف بالقانون لكي نرضي يعني بعض الجهات ولكي نرضي الضحايا ان يحال هذا الملف على غرفه الجنايات الابتداء ديال محكمه الاستئناف. احيل الملف على التحقيق وللاسف انا اقولها هذا الملف
خصوصا الشخص الذي وازره لم ينصف في هذا الملف خلال هذه المرحلة، لأنه اعتقل في هذا الملف في إطار التحقيق لمدة تجاوزت الحد المسموح به قانونا اللي هو سنة. هذا الملف التحقيق فيه دام ما يزيد على سنة ونصف، والموثق اعتقل فيه ما يزيد على سنة ونصف، مما جعلنا أمام وضعية الاعتقال التعسفي. هذا الموضوع كان موضوع احتجاج وموضوع تظلم قضائي، يعني الكلام الذي أقوله أول مرة أخرج إلى الإعلام ونقوله، فاحتجينا أمام القضاء على أساس أن هناك اعتقال تعسفي، وأعتقد بأنه أبسط دارسي القانون يعرف ما معنى الاعتقال التعسفي. للأسف كان موقفنا أمام مؤسسة التحقيق أن رفض الموثق الحديث مع قاضي التحقيق وطالبه بتفعيل القانون لأنه يعتقده تعسفيا، ولذلك رفض الإذاعة بأي تصريح. قاضي التحقيق أحاله دون أن يأخذ منه ولو كلمة واحدة. وحين مرفعنا غرفة الجنايات تقدمنا بطلباتنا، غرفة الجنايات الابتدائية التي تمثل القضاء الجالس ضمت الدفوع إلى الجوهر وناقشت الملف. اليوم نحن في مراحله الأخيرة، استمعنا إلى مرافعة النيابة العامة في الجلسة الفارطة، واستمعنا إلى مرافعة الطرف المدني، واليوم كانت المرافعة التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي السي الوردي، وبعد ذلك أخذنا المرافعة للدفاع الموثق. كما وقت من ذلك وضحنا للمحكمة أن الانطباعات التي رافقت هذا الملف وأن الحكم بالظاهر الذي رافق هذا الملف لا يمكن أن يكون هو الأساس الذي ستفصل على أساس المحكمة. المحكمة لا يمكن أن تبني قرارها على تصريحات في اليوتيوب أو على تغريدات في الفيسبوك أو على كلام جرائد. المحكمة يجب أن تعمل القانون، ودورنا أن نوضح القانون. واليوم كان النقاش القانوني المستفيض مركز على نقطة أساسية، العقود الإيداع التي الموثق اليوم بمقتضاها يمثل أمام غرفة الجنايات تعتبر عقودا رسمية توجب أن يحال هذا الشخص على غرفة الجنايات، أم أن الأمر يتعلق بعقود ليست لها صبغة رسمية وبعقود عرفية. أعتقد أنه اليوم الخطأ الشائع، وسيكون خطأ قاتلا إذا حكمنا بالانطباعات وإذا تتبعنا الأهواء ودسنا على القانون، لأنه هذا الملف اليوم سيكون بداية لملفات أخرى، وسيكون الجهاد ستعتمد عليه المحاكم في قضايا أخرى. اليوم هل يعقل أن آتي بعقد عرفي وأضعه بين يدي موثق ويسلم للموثق نسخة من هذا العقد العرفي ونقول بأنه بالتبعية يصبح عقدا رسميا؟ هل نسخة من العقد العرفي المودع على العقد لدى الموثق تخول لي أن أسجل به ملكا لدى المحافظة العقارية التي تجيب أنه في العقارات شروط معينة في العقد، أن يكون وثيقات رسمية محررة من طرف موثق أو عدل أو محامي مخول له القانون ذلك. اليوم عندنا عقود عرفية مجاليزية في المقاطعات أودعت لدى الموثق بقدرة قدر أريد أن تصبح رسمية. إذا ذهبنا في هذا الاتجاه، وأنا أحذر، إذا ذهبنا في هذا الاتجاه وإذا ذهبنا في هذا التفسير لكي نرضي الخواطر، أعتقد بأن مؤسساتنا القانونية سنعصف بها وحقوق الناس ستضيع، ومؤسسات قانونية وضعها المشرع لحفظ أمان حقوق الناس اللي هي العدول والموثقين الذين لهم صلاحية توثيق العقود والمحامين المقبولين لدى محكمة النقد المقبولين لتحرير العقود، سنعصف بهذه المؤسسات وسنرجع إلى المرحلة السابقة أن تحرر عقود عرفية لدى كتاب عموميين وأن تودع لدى الموثقين وأن تصبح رسمية وأن تسجل بها عقود. هذا ما لم يقل به القانون، ولا يقول به قانون في أي بلد يحترم نفسه. اليوم نحن أمام امتحان كبير، هو هل نرضي الناس أم نرضي القانون؟ هذا ما اليوم بدأنا فيه توضيح للمحكمة المقرة، وهذا ما سنسمع قرار المحكمة فيه، ولكم رأي سبيل. أستاذي الفاضل شكرا لك، أعطيتني يعني ملخص عام، إذا كان ممكن أعطيتني بعض الإشارات، قلت لي دخول جهات، إذا كان ممكن توضح معايا، ولا مسألة ملف كان في جنحة ولا مشى بعدم اختصاص الجنائي بتدخلات، كيفاش هذا؟ أنا لما أقول تدخلات من المؤسسات المعنية، وأعتقد بأنه اليوم الملف لما أحيل على المحكمة ذي العين السبع ما أحيط به هذا الملف والمبالغ التي كانت والحديث الذي راج،
أمام وسائل الإعلام على أساس أن هناك الملايير سرقت، وهناك مؤسسات عمومية داخلة في هذا الملف، وهناك أبناك متورطة في هذا الملف، وهناك أشخاص أخذوا البارحة مبالغ مالية كبيرة اليوم تحولوا إلى أطراف مدنية، وهناك جهات أخرى لا أنا أتحفظ على ذكر اسمها لأنه الوقت لم يحن لذكرها، كانت وراء أن يحال هذا الملف على غرفة الجنات واختير له هذا المسار. لليوم أنا مؤمن، أنا تنعود نقولها، أنا مؤمن أن قضاءنا المستقل النزيه لن يقبل بهذا. رأيك أستاذي الفاضل في الضحايا في المقدمة اللي بديتي منها على الأموال اللي ضاعت لهم، وفي نفس الوقت جاوبني بحكم أن كانت الدفاع ديال الموثق إلى حللنا بهذه الطريقة وبعض الأمور اللي كتشوف في القانون، هذا الموثق في حد ذاته ضحية من هو؟ أنا أقول لكم أن الموثق نفسه ضحية لنفس المتهم الموجود في هذا الملف، هو كذلك ضحية. وأنا قلتها من البداية أن فعلا هناك ضحايا، هناك أموال كثيرة لأشخاص ضاعت وتبخرت. اليوم السؤال المطروح، أين كانت الجهات المعنية لما كانت هذه العقود تحرر ويصادق عليها في المقاطعات وتودع؟ أين كانت الجهات المعنية، عيون التي تحمي المواطن في هذا البلد؟ واش بحال نفسو هذا الموثق أستاذ بحكم أنه مولين بالقانون؟ الموثق ماشي سهل، مولين بالقانون على اطلاع، كلمة موثق يعني الصدق الأمانة. معايا أستاذي الفاضل؟ إلا كان معاه هذه الشركة ما مقادش معاه هو، وبانت له أمور قدر تورطوا في شي أمور اللي غيكون عنده تقصير في القانون، غادي تورط بهذه الطريقة. أنا لحد الساعة أنا تنقول لك أن الموثق لم يقم بشيء مخالف للقانون. اليوم الخطأ الشائع واللي تنتم كصحافه ما قدرتوش توقفوا عليه، وماذا بماذا قام الموثق؟ انت كتجي كتمشي للشركه كتعاين المشروع في الاوراق وكتقوم بالحز، كتخلص شكون؟ كتخلص الشركه، وكتتفق مع شكون؟ مع الشركه، وكدير العقد مع شكون؟ مع الشركه، وكتمشي كتجاليزي العقد ديالك في المقاطعه، وكتجي عند الموثق شنو كتطلب منه؟ ايداع العقد. اليوم الموثق لم يحرر عقدا، الموثق اودعت له العقود، الموثق جاو قالوا لي هذوك العقود اللي قال زينا غنخبيو عندك وعطينا نسخه منها. الموثق صلاحياته يقول لك لا، هذاك العقد اللي شريتي من هذوك الناس راه ماشي قانوني. انا مهمتي كموثق في اطار المهمه اللي جيتي عندي على قبلها هو ان تودع عندي عقدا قال زيتي في المقاطعه. انت ما جيتيش كيف سمحتي لي استاذ الفاضل باش نتواصل معك اكثر وما يتسلمش هو هذا علاش يتسلم؟ تعطيه سؤال استاذ. انا اليوم انا تنتكلم معك، نقول لك انا معك في انا في القانون، هذا الموثق له الحق للبحث عن الشركه وعلى الارض واش عندها واش خدمتي واش مسلمه تشري من عندي. انا ندير هذه العمليه ملي تكون جي عندي كموثق تقول لي بغيت نشري عقد نكلفك بالتشريع ديالك، انت شريتي وقال لي زيدي وجيتي تخبي عندي، ساليتي المعامله سالات. الجمله الشهيره اللي كيقول الموثق انه تيقول لك الوردي ومن معه ورطوني. لا ما قالهاش، ما قالهاش، ما كانش ورطوني. كتشوف انت الاسئله اللي وضح السيد الرئيس مولين بالملف معاه. نقول لك اليوم عدم فهم الملف من طرف الاعلام، واحد، اثنين، عدم فهم الملف من طرف الضحايا اللي كذبوا عليهم قالوا لهم سيروا دخلوا الموثق. علاش قالوا علاش الموثق علاش دخلوه؟ قالوا لهم سيروا دخلوا الموثق باش يدخل صندوق مال الضمان باش يعوضكم. هذه الكذبوا اللي كذبوا عليهم، وهذاك الشيء علاش دخلوا الموثق؟ لانه الضحايا نفوسهم يمشوا عند الموثق ولا مشاو لجاليزين. مشيتي انت عند باب دارنا وشريتي عندها وخلصتي ومشيتي لجاليزين في المقاطعه، اجيتي عندي كدير كتقول لي انا شريت هذا العقد غنخبيه عندك، انا مؤتمن على عقد انت شريتي به وساليتي، كيف اليوم انا كتجي تقول لي على من تسلموش بحكم انني ما عنديش وثائق اكيده تفيد انه الشركه موضوع النقاش. انا كوفر فور كنلم لك، انا كوفر فور حطيتي عندي، انا ما جيتيش عندي بغيتي تشري، انا مشيتي تشريتي وساليتي وفضيتي وخلصتي عاد جيتي عندي. لذلك هذا هو الفهم الخاطئ. انهي معك المناقشه وشكرا. الموضوع طويل ولكن باقي عندي سؤال اخير. لا 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 مهمه استاذ الفاضل. اسئلتك خصنا نكونوا فاهمين باش يمكن نكملوا، لانه اليوم خصك تفهم شنو المعامل اللي دار الموثق. العمل اللي دار الموثق هو جو عنده كامانه تيحطوا عنده في صندوق الامانات، كنقول لي غنحط عندك واحد العقد ومنين بغي يعطيني نسخه منه. نعم استاذ الفاضل شوف انا تنتمنى انا مني جيتي نقاش لا يفسد في الود قضيه. انا مني جيتي عندي خلصتيني، حيت ملي كنبغي نكتب لك عقد عندي اتعاب. علاش؟ لان كنكون ملزم في اطار التلقي نخرج ونقلب العقار ونبحث عليه ونعرفوا فين كاين ونقول لك العقار واش. ملي كتكون تشريتي وفضيتي وساليتي المعامله كتقول لي غنجي نخبي عندك هذه الوثيقه، كتقول لي علاش انا صوبتها ونقول لك انا هذه الوثيقه اللي صوبتي راه ما صالحاش. مهمتي في اطار ما يعطيني قانون التوثيق هو انني جيتي عندي خلصتيني على باش نخبيها لك، ما جيتيش عندي كتقول لي. هو مهام اخرى استاذي في العقد. هذه هو اللي عنده، ما عندوش حاجه اخرى، ما
ما عنده تعقد. الرأي ديالك سؤال أخير في عدد الأموال الطائلة اللي مشات لها الضحايا في الشق الإنساني، وأنت كنعرفك أستاذ الفاضل بغض النظر على القانون، أنا كنعرفك وأنت باك تضحك وأنت إنسان طيب. هاد الناس المآسي اللي عاشوا فيها، الجالية المغربية كاين اللي توفى، كاين صدمات، كيفاش كتشوف أنت الحجم؟ أنا قلت هادشي كيضر حتى البلاد. أنا أول حاجة قلت لك، قلت لك أنا أول شيء أنا مع هاد الضحايا، مي ما نكذبوش عليهم. الضحايا أنا معاهم، خصهم يمشيو للشخص اللي سرق لهم فلوسهم. مايمشيوش والضحايا نهار اللي تحركوا نهار الأول راه ما داروش شيكات بالموثق، هما عارفين بمن شكاو، عارفين لمن عطاهم الفلوس، وعارفين لمن عطاو الشيكات، وعارفين شكون اللي خذا الفلوس. إذا هذاك الشخص اللي خذا الفلوس هو اللي اليوم يمكن أننا نتابعوه. وفين مشات الفلوس؟ ماشي مسؤوليتي أنا، ماشي مسؤوليتك أنت، ماشي مسؤولية الموثق، مسؤولية الجهات الصاهرة، لأن هذو الفلوس كانت كيتحطوا بالشيكات. فين خمسجو؟ شكون اللي خرج؟ الأخير اللي عندي معك هو ديال السيد قاضي التحقيق سكل التيام تابعوا بالتزوير بامور اخرى تهم ثقيله عطال نوط. علاش غادي يبني السيد قاضي التحقيق والسيد مسكيني غير هكاك؟ شوف انتوما انا كنقول لك الناس كان باش يسكتوا كان خصهم السلوم باش يوصلوا للوردي. الوردي ماشي موظف عمومي، باش نوصلوا للجنايه خصنا موظف عمومي نتابعوا بالجنايه. اذا الحل اللي كان عند الجميع هو اننا نتابعوا الموثق بصفته موظف عمومي ونجيبوا الوردي بصفته شريك، لانه ما كانش الامكانيه باش يوصلوا الوردي بالجنايه. كتشوف انت هذا هاكا وكدار المونتاج لهذا الملف. يلا لا ما غاديش ندير المونتاج، لا ما غاديش المونتاج، ماشي لك انت قلت لك هذا الملف هذا هو المونتاج اللي دار ليه المتتبع. عارفيني شكرا لك مشاهدينا الكرام، استاذ مسكيني كان واضح معنا في الامور، تيبقى له الحق للدفاع بطبيعه الحال، ولكن القرار في الاخير بيد القضاء الجالس. السيد قاضي التحقيق استنطاق التفصيلي، القناعة الشخصية ديالو، الأدلة الكافية وما يخول له القانون بطبيعة الحال، عطى سكل التهام وما في حالة اعتقال، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقضاء في الأخير هو صاحب القرار. أستاذ مسكيني يدافع الموثق من الطبيعي جدا، ولكن القضاء له من تجربة ما يكفي لتبيان الحقيقة. ملف باب دارنا على وشك انتهاء في الأيام المقبلة اللي غنشوفوا الأحكام اللي غادي تبان، اللي غادي يصدر القضاء. مشاهدينا الكرام، هذا اول حوار مع استاذ مسكيني اللي بطبيعه الحال يدافع وينوب عن الموثق، كما الساده المحامون ديال الضحايا بطبيعه الحال لهم ادله اخرى، لهم معطيات اخرى، وكذلك المرافعه الراقيه في القانون اللي تناول السيد الوكيل العام اللي تبين الحقيقه اكثر والادله اللي تفيد في هذا الملف. القضاء في الأخير كما قلت في السابق هو صاحب القرار. نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات هذه القضية. عانوا فيها المغاربة في المغرب وخارج المغرب، خلقت مآسي العائلات. يجينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. تعليق المواطن، شكرا لكم.